نصيحة كبيرة هي رح تكون شوي، انه لازم انه اي شاب حابب زي ما قلت انه بده يعمل عضلات، بده يبين جسمه احلى، لازم يتابع عند اخصائي تغذية، ما يعتمد بس على ايش المدرب بده يعطيه، او اذا يعني احنا بنقول دايما حكم العقل، يعني انه اذا حدا حكى لك شيء ما يعني حسيت انه الكمية مهولة جدا، او اي شخص عادي ما بيقدر ياخذ هيك كميات من مثلا بروتينات، مثلا علبتين تونة باليوم وسبع حبات بيض وقطعتين دجاج، يعني تحس انه مرات الكميات مبالغ فيها جدا. فخلينا دائما احنا يعني نشغل حدسنا في الموضوع ونحس انه هل يا ترى هاي الكمية معقولة، هل هي هاي الكمية مناسبة لإلي فعلا رح تواكب مع زيادة الوزن العضلي عندي. خلينا نكون شوي منطقيين بانواع الاكل اللي رح ناكلها خلال ما احنا عم نتمرن. ما فيها داعي لأي بروتينات تنعطى بشكل زيادة إلا إذا كان في إلى حاجة والجسم ما عم بيستفيد من البروتين اللي عم ناخده من الأكل. يعني في بعض الأشخاص بيحسوا إنه أنا ما باكل بروتينات كتير، إنه ممكن أعوض عنها بمثلا إنه أخذ سكوب أو اثنين من البروتينات هاي خلال اليوم، ما في مشكلة. بس إحنا دائما خوفنا على الكلى، يمكن حكينا إحنا دائما بالموضوع إنه إحنا الخوف على موضوع الكلى لأنه هي اللي بتصرف البروتين من النتاج تحلل البروتين بالدم. فإذا صار فيها أي ترسبات، صار فيها لا سمح الله أي مشاكل، نصير إحنا عم نحل مشكلة أكبر. خلينا نعرف الكميات اللي مسموحة لإلنا، نجرب أسبوع حسين حالنا في تحسن، في نتيجة ملحوظة منكمل، بس ما ناخدها هاي المعلومات من حدا جرب وهيك شكله طلع، الله أعلم إيش ممكن يكون أخذ هرمونات وهيك. وموضوع الهرمونات طبعا هذا أنا قدي بشد عليه إنه جدا جدا خطير، وقد فعلا يعني يودي بحياة الأشخاص اللي بياخدوها. زي ما قلت لك إذا بده يعتمد على الأكل لحاله ما بده يلتجئ إنه ياخد أي شيء من هاي الشغلات، بده يعتمد على البروتينات بشكل أخص، اللي هي طبعا أكيد إحنا بنعرف إنها موجودة باللحوم، موجودة بالأجبان، الحليب ومنتجاته والبقوليات. يعني حتى اللي كمان ما عنده قدرة إنه دائما يكون في عنده أي نوع من اللحوم يتناولها بشكل يومي، البقوليات مثل العدس، الفول، الحمص، هاي كلها بتحتوي على بروتينات عالية كتير، بيقدر يتناولها بشكل أكبر من العادي علشان يقدر إنه يعمل له أساس جيد من البروتينات لبناء الخلايا. طبعاً وجود خضار وفواكه لابد منه علشان نعوض من الفيتامينات والمعادن اللي إحنا عم نضطر نعطيهم إياه من المكملات. كتير بنسأل عن موضوع البروتينات وبالذات الكارنيتين. الكارنيتين هو عبارة عن مادة شبيهة بالبروتين، شبيهة بالأحماض الأمينية والفيتامينات. هالمادة هاي نقدر نعتبرها بروتين، تصنع بالجسم ولكن بكميات قليلة جداً، موجودة طبعاً بالطبيعة، بالأغذية، باللحوم الحمراء، بسمك، سمك القد، بمنتجات الألبان، ولكن نسبتها قليلة جداً بالخضروات. هلا بسبب إنه في كتير ناس نباتيين أو ما بيحبوا يأكلوا لحمة، ما بيحبوا يأكلوا كتير لبن أو دجاج، لذلك إنه في حال النقص لازم ناخده عن طريق مكمل غذائي. هلا بدنا نشوف شو فايدتها هاي الكارنيتين، هالمادة هاي. الكارنيتين بتاخد الأحماض الدهنية من الدهون وبتاخدها لقلب الخلايا، وبتتناولها الإنسان بتاخدها لقلب الخلايا للميتوكوندريا تبعت الخلايا، وبالتالي هنيك بتم حرق هالأحماض الدهنية وإعطاء طاقة للجسم، وبالتالي ما بيصير تراكم للدهون برات الخلايا، وما بيصير في عنا ارتفاع بنسبة الدهون والسمنة بالجسم. كمان في شغلة إنه الأحماض الدهنية أحياناً بتكون صعب جداً إنه تفوت على الخلايا بسبب إنه بتكون مشبعة، سلاسل طويلة بالتركيب. الكارنيتين بيساعد هي هالأحماض الدهنية إنه تفوت بسهولة، تخترق جدار الخلايا وتفوت لجوا مشان مثل ما قلنا إنه تنحرق وتعطي طاقة للجسم. هالمادة هي بياخدوها، ممكن ياخدوها الناس العاديين، ما في مشكلة. الكارنيتين بتتاخد مع الوجبات، مع الدهون، مع الوجبة أو بعد الوجبة اللي فيها دهون، مشان مثل ما قلنا تحاول على حرق الدهون، هاي بتساعد على حرقها وعلى نقل الأحماض الدهنية للخلايا. الرياضيين
بشكل عام ضرورية إلهم حسب مدة التدريب اللي عم يستغرقوها. هلأ في رياضيين ساعتين بيلعبوا، ثلاث ساعات، أربع ساعات، هدول بحاجة لأنه بيصير عندهم حرق للدهون، بحاجة أنه يعوضوا وياخدوا هالكارنيتين هاد عن طريق مكمل غذائي. ما بيكفي أنه فقط عن طريق الغذاء، بياخدوه كمكمل غذائي موجود بالأسواق طبعا، وبياخدوا النسبة من الكارنيتين حسب شو هن عم يلعبوا رياضة، الوقت اللي عم يستغرقوه. لذلك نعود الشيء اللي انحرق عنده من الدهون بناخده بالمقابل من هالمكمل الغذائي الكارنيتين مشان تعويض، حتى يعطيهم طاقة ويتنشطوا أكثر. ونسبة الكارنيتين اللي بياخدوه الرياضيين طبعا بتكون أعلى من الناس الطبيعيين، لأنه هن عم يبذلوا جهد أكثر، بحاجة عم يصير عندهم حرق أكثر، بحاجة ياخدوا شيء كمكمل غذائي مثل الكارنيتين ليعوض هالحرق اللي صار معهم، لا يعطيهم طاقة أكثر، بغض النظر إذا عم ياخذوا مكملات ثانية لحرق الدهون، ما في مشكلة أبداً. مثل ما قلنا هو موجود بالأسواق، بنقدر ناخده كمكمل غذائي، وبما أنه هو مادة تصنع بالجسم لذلك هو آمن، ما في مشكلة أبداً. أي مادة تصنع بالجسم ناخدها في حال النقص كمكمل غذائي بتكون آمنة، ما في مشكلة منها أبداً. وكمان بتمنى لكم صحة منيحة، وبتمنى للرياضيين أنه ينتبهوا على هذا الموضوع تحت استشارة مدربهم، وبتمنى لهم كمان صحة منيحة للرياضيين، وإلى لقاء قادم.